أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: يذكر أن بعض المسلمين في وفاة ابن تيمية رحمه الله شدوا رحالهم للصلاة عليه مدفونا، ويستدل بهذا القبوريون على جواز شد الرحال للقبر. يقول: يذكر أن بعض المسلمين بعد وفاة ابن تيمية رحمه الله، يذكر من اللي ذكر هذا، من اللي يثبت هذا؟ شائع، نعم ما تقبل. نعم.